عودة من جديد مشاهدينا الأعزاء معكم، لازلنا على الهواء مباشرة وموضوعنا هلأ بعتقد أنا هو من المواضيع الساخنة جدا وعنوانه العريض النفقة. بسعدنا جدا أن تكون معنا الدكتورة سناء حنيطي أستاذة القضاء الشرعي المشارك جامعة العلوم الإسلامية العالمية وأول امرأة وهذا فخر تحصل على تخصص القضاء الشرعي على مستوى العالم الإسلامي. أهلا وسهلا فيك. موضوع جدا مهم وبدي أحييك كونك أول امرأة يعني دخلت ودرست في مجال القضاء الشرعي ورح نحكي بالتفاصيل أكثر. صباح الخير، كيفك دكتورة سناء؟ يعطيك ألف عافية. وزي ما كنا بنحكي تحت الهواء عن جد سعيدين بوجودك معنا وبالإنجاز اللي عم بتقومي فيه. إن شاء الله يا ربي بتفتح المجال لكثير من النساء أيضا إنهم يكون عندهم هاي الجرأة والشجاعة إنهم بيقدروا. ولما بنحكي عن النفقة وحكينا أنا ولارا يمكن بداية مشوارنا، للأسف الشديد عم نحس في حالات طلاق عم بتزيد بشكل كتير كبير، ويعني إحنا ما بدناش نبحث الموضوع إذا والله إنه فعلاً معهم حق أو ما معهم حق، ولكن لما بتوصل الموضوع إنه بصير في انفصال، يمكن تكون زوجة أو يمكن تكون زوجة وأم. فإذا بدنا نسأل السؤال البديهي، على مين النفقة؟ على مين يجب؟ مين الزوجة اللي لازم إنه يندفع لها النفقة؟ نعم، بداية يسعد صباحكم. صباح الفل. الموضوع فعلاً يعني أكثر النساء تعاني منه في المحاكم الشرعية الأردنية حقيقة، لأنه يعنى بنفقة امرأة ويعنى بنفقة جانب ضعيف وهم جانب الأولاد. على مين النفقة؟ هذا سؤال يعني معروف وبدهي بأنه النفقة على الرجل لقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. إذا بدنا نفهم القوامة فقط من ناحية سلطوية كما تفهم للأسف بطريقة خاطئة، لكن الآية جاءت في معرض الكلام عن تكليف وليس التشريف. هي تكليف للرجل بأن يكون قائم، حتى إنه لو نظرنا إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة رقم 59 بالفقرة ألف بأنه كل نفقة إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، يعني ولو كانت غنية فهو الأصل أنه هو بينفق عليها. دكتورة اسمحي لي بس هون نحكي شغلة، يعني الحديث أحيانا اللي بيتم في البيوت سواء في الزواج أو في الطلاق حديث الرجال، إيش معنى هاي علينا؟ نعم. يعني ما أنه أنتوا بتطالبوا يعني هذا الحديث اللي بيصير في المجتمعات صراحة بالضبط، أنه إيش معنى هاي النفقة علينا؟ ففي بعض البعض للأسف يعني بتنصلوا من هذا الموضوع أنه أنت قادرة على الصرف، أنت قادرة على العطاء، أنت راتبك قديش، خاصة في حالات الشقاق والنزاع. نعم صحيح، يعني هي في إشكالية كبيرة إذا كان بده يكون المحرك له في الحياة هو عقله وعاطفته وطريقة تصرفه أو طريقة تفكيره في الحياة. إحنا المنهج اللي بيصير عليه كل إنسان واللي بينطلق منه هو شرع الله عز وجل. يعني أنت لما بتحكي الرجال قوامون لينفق ذو سعة من سعته، الكلام كله موجه للرجل، فما بيصير خلط الأوراق. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، تقول المرأة أطعمني أو تطلقني، ماذا يقول الابن؟ يقول أطعمني أو تدعني، لمن تدعني. يعني الكلام كله موجه بالنفقة للرجل، فلماذا يعني هذا التغيير؟ الآن يمكن في يوجد مشكلة الحساسة هي وجود المرأة العاملة حقيقة، وهي أكثر المشاكل اللي بتحصل في دعاوى الشقاق والنزاع إذا كان الخلاف مالي هو قضية أنه أنا بشتغل وإنت بتشتغل. الرجل لابد أن يكون واعي لقضية، قضية ربانية إلهية، بأنه المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وذمتها المالية المستقلة تستوجب عليه أن يعلم بأن المرأة إذا شاركت أو إذا ساهمت في الأسرة هي تساهم من باب الأصالة، من باب أنها أسرتها، من باب أنه بيتها، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصبح هذا الأمر أمر واجب عليها بحيث نعم. وإذا وفي حال تخلفها عن نفقة، يعني قللت من النفقة أو أنقصت
ضغطها بيصير في غضب في الأسرة. هاي حقيقة في إشكالية. أنا بحكي لو كان الوازع الديني أو اللي خليني نحكي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لو كل خلاف بنرجع فيه لشرع الله عز وجل بنلاقي فيه حل. بس المشكلة لما بتصير الشغلات عاطفية والشغلات حماسية من قبل بعض الأشخاص، إنه أنت بتشتغلي وأنا بشتغل وأنت بدك تنفقي، هون بتصير عندنا الضرب. طب دكتورة سناء، إحنا أكيد عرفنا إنه النفقة لازم الزوج هو اللي يعطيها للزوجة، ولكن في شروط. يعني إحنا للأسف عم نشوف كمان في حالات طلاق بعد بشهر وبعد بشهرين وبعد بثلاثة يعني من الزواج. هل في شروط معينة على الزوجة لازم تتوفر فيها بحالات الزواج حتى يصح لها النفقة؟ يعني النفقة تجب للمرأة ما دامت ليست ناشز، والمرأة الناشز هي المرأة الغير مطيعة للزوج، التي تخرج عن يعني تخرج من بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي. لكن هذه المرأة يعني قد تتوقف نفقتها وبمبرر ومسوغ شرعي، وهو سبب النشوز أنها هي امرأة ناشز. لكن المرأة مثلا كثير كمان بيسألوا عن موضوع المرأة العاملة، هل بتسقط نفقتها؟ احنا في قانون الأحوال الشخصية الأردني واضح الموضوع بأنه المرأة تستحق، المرأة العاملة تستحق نفقتها ما دامت تعمل في العمل المشروع، هاي بداية. والقضية الثانية أن الزوج قد وافق على هذا العمل صراحة أو دلالة يعني، بس ما بصير مثلا واحد له 10 سنين ساكت على عمل المرأة يأتي للإضرار بها فيما بعد، فبصير بده يصير ينهي هاي. هذا يعني واضح جدا أنه يريد الإضرار بهذه الزوجة، فلا يؤخذ به ونفقتها تبقى يعني سائرة. دكتورة، يعني إثبات كل ما ذكرتي في الحياة الزوجية صعب. يعني مش معقول الأزواج دم يركبوا كاميرات في حالة مثلا صار عندهم مشكلة، أو قبل ما يعني يصير عندهم مشكلة يركبوا كاميرات في البيت حتى يسجلوا شو عم بيصير. وهون توقع المشكلة في القضاء، لما عند اللجوء إلى القضاء مين يثبت إنه الزوجة على حق، مين يثبت إنه الزوجة مثلا مش ناشز، مين يثبت إنه كان في اتفاق على وضع معين والرجل غير رأيه. في كتير قضايا بنشوف إنها معلقة، ومثل ما قلتي أنت حضرتك في بداية حديثك، دائما الطرف الأضعف في النهاية هم الأطفال. طبعا أكيد. طبعا إحنا عندنا يعني مشكلة في المحاكم الشرعية تعاني منها، أو صعوبات خليني أحكي تعاني منها المرأة في قضايا ودعاوى نفقات الأولاد. حقيقة أول مشكلة يعاني منها تعاني منها المرأة والصعوبة التي تواجهها هي طريقة إثبات دخل الزوج فيما إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، وخاصة لما بيعرف إنها هاي المرأة قامت دعوة عليه بتلاقيه بسرعة بنفذ أمواله وبيعمل تهرب مالي. حقيقة هذا يعني من الأبحاث العلمية اللي أنا اشتغلت عليها وتوصلت إنه لابد من إثارة الثورة الرقمية بداية في محاكمنا الشرعية، وهو ربط جميع أنظمة الحوسبة بمؤسسات الدولة فيما إذا كان الرجل يعمل مثلا في 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 القطاع الحكومي، صار عندي مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة ضريبة الدخل، قادر القاضي يوصل للمعلومات الأكيدة على أرض الواقع. احنا ما عندنا الثورة الرقمية حقيقة في المحاكم الشرعية الأردنية، ولسه ما زالت يعني الأصل إنها يعني تتطور وسريعا جدا، يعني مش هاي القضية الثانية اللي هي قضية المصفوفة الحسابية. احنا تقدر نفقة الأولاد ونفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا، وهو يعني تبني لرأي فقهي، لكن أنا بحكي يعني كمان رأي المالكية مثلا. لو المشرع الأردني نظر إلى الوضع الاقتصادي للبلد، سعر المكان الذي تعيش به المرأة، حال المرأة، حال الزوج، يعني النظرة هاي المشتركة فيما بينهم بتعطي مصفوفة حسابية خليني أحكي عادلة لنفقة الأولاد ونفقة الزوجة. عندنا مشكلة أيضا أخرى اللي هي موضوع الخبراء اللي بقدروا النفقات. للأسف يعني في بعض الأحيان بدهم يعني تقرير مستعجل على السريع علشان يخلص منه دون التحري فعلا عن حقيقة حال الولد أو حال المحضون أو حال الزوجة، فبروح بكاتب التقرير مباشرة. وأنا أنا يعني وجهت بأنه يعني من التوصيات اللي أوصيت فيها المشرع الأردني أن يكون هنالك تعليمات خاصة حقيقة بموضوع الخبراء، منهم
منهم أن لا يكونوا من المحامين مثلا، أن يكون هنالك خبراء متخصصين في هذا المجال للقيام. زيادة الأجر اللي بيتقاضاه الخبير مثلا 15 دينار ما بتأهله أنه يبذل الجهد الواسع من أجل يعني الوصول إلى حقيقة الموضوع. طبعا وللأسف يعني إحنا أكبر من الأشياء اللي بنعاني فيها أنه في أشياء في المحاكم الشرعية بتصير من باب العرف، يعني عرف أنه والله نفقة الزوجة 80 دينار، عرف أنه نفقة الولد مثلا 72 دينار وهكذا. طب دكتورة سناء، أوقات كتير ويمكن للأسف أنا سمعت بهيك قصص، دايما بصير بده ينتقم سواء عم نحكي عن الزوج أو الزوجة عشان ما نتهم بس الرجال. إذن نوع من الانتقام لما بصير في انفصال بتتغير حياة الزوجة والأولاد، يعني إذا كانوا مثلا بمدارس معينة بقولها أنا ما بقدر أحطهم بهاي المدارس، صح. بدي طلعيهم تحطهم بمدارس تانية، بتصفي هي أوقات كتير بدها هي على نفقتها الخاصة حتى ما ينحرموا من الوضع الاجتماعي اللي هم كانوا فيه. بيت بصير مختلف، تفاصيل كتير مختلفة ممكن تكون فيها رفاهية كانت لما كان في زواج وانتهت لما صار هذا الانفصال. هل بياخدوا هذا الموضوع بعين الاعتبار؟ طبعا احنا في عنا الفصل الرابع في قانون الأحوال الشخصية الأردني يتحدث عن نفقات الأولاد، يتحدث عن النفقة، نفقة الطعام والشراب والمسكن، والنفقة التعليمية والنفقة العلاجية. فلما بنحكي عن النفقة التعليمية للأولاد، احنا كانت يعني في إشكالية في المشرع الأردني بأنه شوية بيعطي الولي، وبغض النظر الولي ممكن يكون الجد وممكن يكون الأب في اختيار نوع التعليم، لكن إذا كان هذا التعليم الأولاد أصلا موجودين في مدارس خاصة والأب أعسر في نفقة هذول الأولاد والأم هي اللي طلبت أنه مثلا أو الحاضن بغض النظر يمكن تكون أم الأم مثلا أنها هي بدها تكمل تعليمهم، لها ذلك ما حدا بيجبرها انه غصب عنهم بدهم يطلعوا، لانه احنا في باب الحضانه النظره ليست لمصلحه الزوج ولا لمصلحه الزوجه وانما لمصلحه المحضون الفضله، يعني هون النظره اللي احنا بنقوم عليها كل شيء، يعني موضوع النفقه، موضوع الحضانه، موضوع السكن، كلياته من اجل مصلحه المحضون وليس من اجل مصلحه الازواج. احنا يا ريت لو يصير عندنا ثقافه مجتمعيه يعني تعمم بانه قضيه الطلاق هو شخصين ما اتفقوا مع بعض وانتهى، وهي تتمنى له الخير وهو يتمنى لها الخير، لكن الحقيقة أنهم بصيروا عبارة عن قنابل بدها تضرب بعضهم من خلال الأطفال، فبضيعوا الأطفال في حقيقة في هذا الموضوع. قول بقول لك يعني الشيطان في التفاصيل للأسف. بس أنا بدي أقول لك شيء دكتور، عندي سؤالين الحقيقة يعني نوعا ما مرتبطين ببعض. السؤال الأول، هلأ إحنا بنحكي مهما كان في صعوبة ولكن سهل طول ما الزوج مقيم في الأردن داخل البلد، هلأ الصعوبة بدي تقولي لي شو بينعمل في حالة أنه الزوج كان مقيم خارج، لأنه سمعنا كثير عن حالات أنه ضاعت حقوق الزوجة والأولاد لعدم إثبات مثلا عم تحكي عن الراتب، عدم إثبات دخله، يعني صار في تلاعب يمكن في هذا الموضوع، وفي كثير حالات عم نسمع فيها مؤخرا. وسؤالي الثاني أنه في حالة الزوجة تم الطلاق وأخذت كل حقوقها، هل في شيء يمنعها لاحقا من انه تكمل حقوقها وتاخذ نفقتها بعد الطلاق يعني وبعد هذا؟ السؤال الاول هو حاله غياب الزوج، يعني غياب الزوج سواء كان غير يعني غير مقدور الوصول اليه، يمكن يكون مسافر، يمكن يكون خارج يعني البلد، يعني بغيب عن البلد سنتين ثلاثه. اذا كان طبعا هذا بيفرق بين انها تكون نفقه الزوجه ولا نفقه الاولاد، يعني في كل الاحوال القانون جعل هنالك حل بانه هاي المراه تستطيع ان تستدين على حساب الزوج. والله نعم تستدين على حساب الزوج. ومن الأشياء والمشاريع الجميلة اللي قامت فيها دائرة قاضي القضاء قضاء مشكورة هو مشروع تسليف صندوق تسليف النفقة، يعني احنا عندنا صندوق لتسليف النفقة، المرأة تقدم فيه طلب يتم تسليف هذه النفقة، ويعتبر يعني باب النفقات اصلا من النفقات المستعجلة اللي احنا ما بدنا نضيع شخص، يعني هو بيستنى باكل وبيستنى بشرب وبيستنى بسكن وبيستنى يعني هاي من الاشياء الجميلة يعني يعتبر دين على الزوج، يعني يبقى يسجل حتى تسليف النفقة هو من باب الدين على هذا الزوج، بصير التراكم فيها. قد يكون هنالك
هيك يعني خلينا نحكي بطء في الإجراءات، لكن حقيقة هي يعني المهم في الموضوع أنه هنالك مشاريع تطرح لحل هذه المشكلة، لكن المرأة تستدين على حساب حتى الأولاد في حال عدم وجود الأب، منروح على الشخص الذي لو لم يكن الأب موجود منه ولي، يعني الجد مثلا، الأب الجد يقوم بالإنفاق على هؤلاء الصغار. فإحنا أهم شيء أن لا يضيع الأولاد بلا نفقة، سواء كانت النفقة بيقدمها الأب أو بتقدمها الأم وتحسب دين على الأب، أو بينفق على الزوجة، يعني هي في نفقة الزوجة، أو ينفق عليها مثلا والدها الذي يجب عليه نفقتها لو ما كان إلها زوج، وتحسب أيضا دين على الزوج، فلا مفر بأنه هاي النفقة تبقى في عنق هذا الرجل، سواء كان هو الذي يقدمها أو في على سبيل الدين عليه في المستقبل. إحنا بدنا نشكرك دكتورة سناء الحنيطي، كل الشكر لإلك أستاذ القضاء الشرعي. كنا كثير حابين نحكي بتفاصيل أكثر، وكنا حابين أكيد نعرف أكثر عن القضاء الشرعي اللي إن شاء الله بنشوف فيه كمان قضاة شرعيين بالمستقبل. كل الشكر لإلك ويا ميت أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا لوجودك والمعلومات. لازم أحكي يمكن شيء مهم كثير قبل ما نطلع فاصل، انه كنا اول شيء قبل شوي بنحكي باتخاذ القرار، فلما عم نحكي احنا عن اتخاذ هذا القرار، هذا القرار قرار مصيري، ولما الواحد بيتخذه حتى لو حس بعد فتره انه هو غلط فيه، ولكن في حق على زوجته او بالعكس وعلى الاولاد اللي بيكونوا فيه، فخلنا نتعامل بشكل حضاري اكثر حتى فعليا يعني نقدر انه نربيهم تربيه صالحه، واكيد نتذكر العشره اللي كانت بتجمعنا اكيد مع الزوجه. مزبوط كلامك 100%، وحتى نروح هيك من جو المحاكم والنفقة خلينا نروح على جو مختلف تماما، جو الريفي، البيت الريفي الهادئ اللي بيجمع بين حلم الماضي والتراث والحاضر مع جمانة دويكات.